السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الرابع الابتدائي حبايبي، رجعت لكم في فيديو جديد. النهارده إن شاء الله هنشرح الدرس الثاني من الوحدة السابعة في منهج كونكت الترم الثاني. كنا خدنا في الوحدة الأولى اللي هي بعنوان This is where I live، هذا المكان الذي أعيش فيه أو هذا حيث إيه؟ حيث أعيش. خدنا مجموعة كلمات عن الأماكن اللي احنا بنقدر نعيش فيها وخدنا بعض الصفات وتعلمناهم كويس جدا. هسيب لكم الرابط بتاع الفيديو ده في الوصف. قبل ما نبدأ دلوقتي يا ريت تسمعونا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الدرس الثاني معايا دلوقتي بيتكلم عن حاجة اسمها past simple tense اللي هو الماضي البسيط. ازاي أعمل جمل في زمن الماضي البسيط؟ ازاي أقول أنا أكلت سمك؟ إزاي أقول أنا زرت جدي؟ إزاي أقول أنا ساعدت صاحبي؟ إزاي أقول أنا قرأت كتاب؟ إزاي أقول الكلام ده في الماضي؟ الموضوع بسيط جدا، خليك معايا يلا بينا. أول حاجة تكوين الإيه؟ التكوين بتاع الإيه؟ الجملة بيبقى إزاي؟ التكوين بتاعنا بيبقى عبارة عن حاجة اسمها فاعل. طب إيه يا مستر الفاعل ده؟ الفاعل ده يا حبايبي اللي هو I he she at you we they. وطبعا اي فاعل تاني مفرد او اي فاعل جمع زي احمد وعلي وابراهيم وسيد وخالد وهبه ومنى وسناء، اي فاعل من دول اي طبعا معناها انا، هي هو شي هي ات هو وهي لغير العاقل، يو انت او انتم جمع مفرد، وي نحن زي معناها هوم. زي معناها ايه؟ هوم. يبقى اول حاجه في الجمله بتبقى الفاعل حاجه من دول، ثم الفعل المنتظم بنضيف له اي دي. الفعل المنتظم بنضيف له ايه؟ بنضيف له اي دي. زي ايه يا مستر؟ بسيطه جدا، زي مثلا كلمه زي كلمه بلاي يلعب، دي معناها يلعب. لما احطها في الماضي تبقى بلايد، خلاص تبقى ايه؟ بلايد. كلمه زي كلمه هيلب يساعد في الماضي تبقى هيلبت. الله يا مستر انت قلتها هيلبت بالتي بحرف التي، لان حرف البي بيخلي الاي دي تتنطق تي، خلاص. كلمه زي كلمه مثلا ووك يمشي، طب عايزها في الماضي يا مستر اضيف لها اي دي تبقى ووك. فعل زي ايه؟ زي كلمه اوبن يفتح، ها اعمل ايه فيها دي؟ هتبقى اوبند، هنضيف لها اي دي. يبقى انا بحول الفعل بتاعي الى الماضي باضافه اي دي، بنحول الفعل بتاعي الى الماضي في ايه؟ في اي دي. طب ايه يا مستر موضوع التصريف التاني اللي حضرتك كاتبه على السبوره ده؟ ده انت هتاخدوه على فكره في ايه؟ في الوحده اللي جايه، في الوحده الثانيه ان شاء الله. فاحنا خلينا في الافعال اللي هي منتظمه دلوقتي اللي بتنتهي بالاي دي، تمام؟ والموضوع بسيط جدا. طيب جميل، ايه يا مستر اللي بيعرفني اكتب جمله في زمن الماضي البسيط؟ هي حاجه اسمها الكلمات الداله. ايه بقى يا مستر الكلمات الداله؟ كلمه يستر دي معناها امس، اجو منذ، لاست معناها الماضي، خلاص. سنه ماضيه زي مثلا 2021 دي سنه في الماضي، تمام. ان ذا باست في الماضي، في الايه؟ الماضي. طب يا مستر اختصر لنا الكلمات بتاعت الماضي البسيط دي بطريقه كويسه اللي هي يستر دي اجو لاست، سنه ماضيه ان ذا باست، احفظها يستر دي اجو لاست، سنه ماضيه ان ذا باست. يبقى انا ممكن اخد الزمن كل اغنيه يا مستر، ممكن اخد الزمن كل اغنيه، ازاي؟ لما اقول لك ايه؟ باست سامبل، التكوين، تقول لي مصدر اي دي، تصريف تاني، الكلمات الداله، يستر دي اجو لاست، سنه ماضيه ان ذا باست، يبقى ايه؟ باست سامبل، التكوين، باست سامبل، التكوين، مصدر اي دي، تصريف تاني، الكلمات الدالة، يستر دي اجو لاست، سنة ماضية، ان ذا باست، سنة ماضية ان ذا ايه؟ ان ذا باست. يبقى أنا لما عايز أقول جملة في الماضي بحط الفعل بتاعي اي دي وبستخدم كلمة من الكلمات ديت. طيب، يلا بينا نحول الجمل دي من العربي إلى الإنجليزي. عايز أقول هو لعب كرة القدم أمس. هو لعب كرة القدم أمس. هو يعني إيه بالإنجليزي يا حبايبي؟ لسه قايلينها اللي هي كلمة هي، يبقى هذه هي. يلعب يعني إيه؟ بلاي، أخدها في الماضي تبقى بلاي، بنضيف لها إي دي تبقى هي بلاي.
كرة القدم طبعا كلنا عارفينها اللي هي كلمة ايه يا حبايبي؟ فوتبول. اللي هي كلمة ايه؟ فوتبول. خلاص امس اللي هي كلمة يستر داي، يبقى هنا هنقول ايه؟ يستر داي. يستر ايه يا حبايبي؟ يستر داي. صعب الكلام ده؟ لا مش صعب. طب عايز اقول نحن، عايز اقول نحن خلاص ساعدنا احمد خلاص منذ يومين. احنا ساعدنا احمد من يومين. اقولها ازاي بالانجليزي؟ بسيطه جدا. كلمه نحن اللي هي كلمه ايه؟ وي. يبقى هنا هنقول ايه يا حبايبي؟ وي. يساعد اللي هي كلمه هيلب. طب في الماضي يا مستر بنضيفها اي دي، تبقى وي هيلبت. ركز معايا، الموضوع بسيط جدا على فكره. يبقى وي هيلبت، المفعول هنا مين؟ احمد. يبقى نكتب احمد. وي هيلبت احمد. منذ يومين، كلمة منذ يا حبايبي اللي هي كلمة أبو. يومين يعني إيه بالإنجليزي؟ اللي هي تو دايز. يبقى هنا تو دايز. طب يا مستر بنحط أبو فين؟ أبو يا حبايبي ما بتجيش غير في نهاية الجملة، ما بتجيش غير في نهاية الإيه؟ الجملة. تبقى تو دايز أبو. يبقى وي هاب أحمد تو دايز أبو. إحنا ساعدنا، هنا بنقولوا لعبنا وساعدنا، لعبنا وإيه؟ وساعدنا، تمام؟ فيها مشكلة الحتة ديت، أنا عندي الماضي البسيط التكوين بتاع مصدر اي دي او تصريف تاني، كلمات تبدا بيستر دي اجو لاست سنه ماضيه ان ذا باست. صعب الكلام ده؟ الموضوع ده ابسط منه مفيش. طب يا مستر ممكن تجي لي ازاي في الامتحان؟ انا هفهمك تجي لك ازاي. هجي لك في سؤال الاختياري او هجي لك في سؤال رتب اللي هو ري اوردر. هجي لك ازاي في الاختياري؟ هيقول لك زي نقط تي في لاست نايت. ها يلا يا حبيبي، يلا يا حبيبتي قولي. هنا نقول واتشز ولا واتش ولا واتشت؟ ها الإجابة هنا هتبقى إيه يا حبايبي؟ ها واحد هيقول لي يا مستر أنت كاتب كلمة لاست، الكلمة دي أهي يستر دي أجو ولاست في كلمة لاست، قلت لنا لما نلاقي لاست بناخد الفعل اللي فيه إيه؟ إي دي. يبقى الإجابة هتبقى إيه هنا يا حبايبي؟ هتبقى كلمة واتشت. تبقى كلمة ايه؟ واتش. طب كمان مثال يا مستر، كمان مثال يا مستر. لما يجي يقول لك مثلا ايه؟ احمد نقط تشع لاست ويك. ها احمد عمل ايه في المحل الاسبوع اللي فات؟ هنا هنقول كلوز كلوزنج ولا كلوز؟ اختار يا حبيبي الإجابة الصحيحة. هنا احنا قلنا لما نلاقي كلمة لاست في الجملة بناخد ايه يا حبايبي؟ بناخد الفعل اللي مضاف له اي دي، تبقى كلوزد، تبقى ايه؟ كلوزد. طب كمان مثال يا حبايبي بتوع سنة رابعة، مثال اختياري. لما اجي اقول لك هبة نقط ذا فلات، فلات طبعا ردينها الترم الأول. ها حد شاطر يفكرني بكلمة فلات؟ ها هقولها اللي هي كلمة ايه؟ شقة. الشقة تبقى هبة نقط ذا فلات، تمام؟ يستر دي. هبة عملت ايه؟ هبة سويت بلاش طبعا دي هيبقى فعل غير منتظم. تبقى نقول كلين كليند ولا ويل كلين؟ الموضوع بسيط جدا يا حبايبي بتوع سنة رابعة. ها احنا قلنا لما نلاقي كلمة ايه يا حبايبي؟ يستر دي في الجملة اللي هي الكلمة فين؟ الكلمة دي باخد الفعل اللي فيه ايه؟ اي دي او التصريف الثاني. لسه في يونت 8 هنبقى نتعرف ايه على موضوع التصريف الثاني. يبقى انا لقيت يستر دي اخد الفعل اللي فيه اي دي، تبقى كلين هي الاجابه الصحيحه. الله ده المستر ثبت على جمل الاختيار. لا الموضوع مش جمل اختياري بس، ده في جمل ري اوردر كمان. بصوا احنا قلنا جمله بتتكون من فاعل والفعل المصدر اي دي او التصريف او التصريف الثاني ثم المفعول، والكلمات الداله دي بتيجي في اخر الجمله. يستر دي اجو لاست سنه ماضيه ان ذا باست، دول كلهم بيجوا في اخر الجمله. طيب هات لي كده جمله يا مستر اختيار تصحيح او ترتيب. هيجي يقول لك مثلا مثلا نقول ايه؟ نقول مثلا ثواني لما نقول مثلا ستارتد عمر خلاص ذا جيم نايت لاست. وقال لك هنا ابدا بعمر، ابدا بايه؟ عمر. يبقى انا باخد ايه الفاعل اللي هو مين يا حبايبي؟ عمر.
يبقى اكتب عمر، اكتب ايه؟ عمر. ثم الفعل يا مستر اللي فيه اي دي، يبقى اخد كلمه ستارتد فيها اي دي تبقى عمر ستارتد، عمر ايه؟ ستارتد. ثم المفعول، المفعول هنا اللي هو ذا جيم، يبقى عمر بدا اللعبه، عمر ستارتد ذا جيم. ها عايز اقول ليله امبارح، ليله امبارح ما جانيش نوم، يبقى هنا هنقول ايه؟ نايت لاست ولا لاست نايت؟ لا يا حبايبي اسمها لاست نايت، اسمها لاست ايه؟ لاست نايت. فيها مشكلة دي؟ ما فيهاش مشكلة، نمسح السبورة وناخد جزئية تانية من الماضي البسيط، ما تروحوش في حتة، خليكم معايا. السبورة دلوقتي نضفت يا مستر، وحضرتك شلت الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم فيها، كتبتها مرة تانية، خليك معايا هنا. احنا قلنا ان الباست سيمبل التكوين مصدر اي دي تصريف تاني، الكلمات الدالة يسترداي اجو لاست سنة ماضية ان ذا باست، احنا قلنا الكلام ده وخدنا عليه امثله في الاختياري واسئله في الايه؟ في الري اوردر اللي هو قاعد ترتيب. طب يا مستر في جزئيه انت هتقولها لنا دلوقتي، اه هي دي الجزئيه الاخيره اللي هقولها في الدرس ده. خلاص؟ اللي هي ايه؟ النفي، النفي. طبعا احنا قلنا ايه؟ ذهب، اكل، ساعد، اعطى، اغلق، فتح، نام، كتب، نظف، ذاكر، قرأ. خلاص؟ الماضي. طب عايز اقول لم يذاكر، لم يقرا، لم ياكل، لم يصور، خلاص، لم يساعد، لم ينام، لم يرى، لم يتكلم، لم يجري، لم يمشي. اقول ازاي لم؟ انفي ازاي الفعل في الماضي البسيط؟ ابسط منها ما فيش. شايفين الفاعل الجميل ده ينزل زي ما هو هنا، يبقى فاعل، اكتب الفاعل فين؟ في الاول زي ما هو. شايفين المصدر ايه دي تصريف تاني دي؟ بقوم كاتب كلمه didn't، بقوم كاتب كلمه ايه؟ didn't. المصدر ايه دي تصريف تاني دي بتحول الى المصدر فقط. ثم المفعول، ثم ايه يا حبايبي؟ المفعول. طب يا مستر كلمه didn't دي ايه؟ اللي هي لم، اللي هي ايه يا حبايبي؟ لم. طب عايز اقول احمد لم يلعب شطرنج. يا مستر هي ناقصه بتحط لنا كلمات كبيره، كلمه شطرنج دي كلمه حلوه جدا. عارفين كلمه شيز اللي معاها جبنه؟ تشيس معناها شطرنج، هنكتبها دلوقتي وهتشوف السبيلنج بتاعها. الفاعل عندي مين هنا يا حبايبي؟ عندي احمد، يبقى ادي احمد. طب يا مستر جملتك كده ناقصه، احمد لم يلعب شطرنج امس، احمد لم يلعب شطرنج ايه؟ امس. يبقى انا اخدت الفعل حطيته في الاول اللي هو احمد، لم امس دي ماضي بسيط اللي هي يسترداي. يبقى انا لما بنفي في الماضي البسيط بقول ايه يا حبايبي؟ بقول didn't. يبقى احمد didn't، احمد ايه؟ didn't. طيب يلعب يعني ايه بالانجليزي؟ يلعب يعني play، يبقى احمد didn't play. شطرنج اسمه ايه؟ احنا قلنا تشيز، تشيز يعني جبنه. طيب تشيس شطرنج، ضع حرف الشين على فكره، خلاص، اللي هو الشطرنج. اقولها ازاي؟ تبقى احمد دي كنت ليه شطرنج اللي هو تشيس. طب يا مستر كلمه امس اللي هي يستر دي، يبقى يستر دي احمد اللي بيلعب شطرنج امس، تبقى احمد دي كنت ليه تشيس يستر دي. ركز معايا مع مستر حمدي، مستواك هيطلع فوق فوق فوق. كل الطلبه بتوعي في الترم الاول بفضل الله معظمهم بنسبه 90% قفل في امتحان الانجليزي. طيب عايز اقول هدى لم، خلاص، هدى لم ايه؟ لم مثلا ايه؟ تساعد ليلى، خلاص، ليلة امس. حولها لي كده الى اللغه الانجليزيه، البنوته الجميله دي اسمها ايه؟ اسمها هدى، ادي هدى، يا اما الجو يا اما الجو، صح الاثنين. طيب كلمة امس ماضي اللي هي يسترداي، ليلة امس اللي هي لاست نايت، لاست ايه؟ نايت. يبقى ده ماضي بسيط. طب بنفي ازاي في الماضي البسيط؟ بقول didn't زائد المصدر، يبقى هدى لم اللي هي didn't، لم اللي هي ايه يا حبايبي؟ didn't. يساعد، كلمة يساعد واخدينها كلنا قبل كده اللي هي كلمة help، يبقى هدى didn't help. البنت التانية اسمها ايه؟ اسمها ليلى، ليلى امس، يبقى لاست، وليلى لسه واخدينها من شوية اللي هي نايت، تبقى لاست نايت. لاست ايه يا حبايبي؟ لاست نايت. دي طريقة تكوين الجملة
لك على النفي، ما تروحش في حته انا مكمل معاه هديني ازاي يا مستر في الامتحان. احنا دلوقتي عرفنا ازاي بنستخدمها في الجمله وازاي بنكون بها جمله، ازاي بنين في جمله المضارع البسيط، هديني ازاي في الامتحان، اختياري او ترتيب. طب يلا بينا ناخد جمله، يلا بينا، ما تقولوش لحد على الجمله دي. هيجي يقول لك كده مثلا، هيجي يقول لك كده منى نقط stay home yesterday. ها هنا هنقول doesn't ولا isn't ولا didn't؟ الاجابه ايه يا حبايبي؟ ها الاجابه تبقى ايه يا حبايبي؟ ها yesterday امس. طالما لقيت كلمه yesterday وفي هنا نفي كلهم انت 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 كلهم، النفي في الماضي بيبقى بكلمه ديدن، بيبقى بكلمه ايه يا حبايبي؟ ديدن. يبقى ايه على طول الناس تقول ايه؟ ديدن. وانا زي الباشا وانا راجل دماغي كبيره فاهم كل حاجه، حد بيقول لي ماضي بسيط باست سيمبل، التكوين مصدر ايدي تصريف تاني الكلمات الداله يستر دي اجو لاست سنه ماضيه كده الله يستر دي، يبقى ديدن. يسر دي تاخد ايه؟ تاخد didn't. طب كمان مثال لما اجي اقول لك زي didn't نقط their time. طب يا مستر انت قفلت الجمله وما حطيتش كلمه من دول يسر دي اقول الاصل سنه ماضيه تنزل اصل. بص يا حبيبي انا عندي كلمه didn't دي دايما بيجي بعد منها المصدر. طب المصدر ايه؟ المصدر هو الفعل. المصدر هو ايه؟ الفعل بدون اضافات، من غير اي اس، من غير اي دي، من غير اي ان جي. المصدر اهو، المصدر هو الفعل بدون اضافات. ايه هي يا مستر الاضافات؟ الاي دي والاي اي دي ومعاهم الدي، يبقى دي اي دي اي دي اي دي اس اي اس اي اي اس ومعهم كمان اخر حاجه اللي هي الاي ان جي. يبقى المصدر ما بيبقاش فيه الحاجات دي، يبقى لما واحد يقول لك مصدر يبقى على طول انت تشيل الكلام ده، يبقى انت تكون شايل الكلام ده، المصدر ما بيشيلش الكلام ده ابدا. يبقى هنا هنقوله ايه؟ زي didn't not their time، يبقى الاجابه تبقى wastes wasted ولا ويست يا حبايبي؟ الإجابة هنا هتبقى إيه؟ اختار يا حبيبي يا حبيبتي بتاعت سنة أربعة ابتدائي. ها didn't المصدر لسه يجي بعد منها المصدر، طب أنا هاتو المصدر يا بابا، المصدر يا ماما. المصدر ما بيبقاش فيه لا في إس ولا إي دي ولا أي إن جي، الوحيدة اللي ما فيهاش اللي هي كلمة ويست، اللي هي كلمة إيه؟ ويست. أتمنى إنكم تكونوا فهمتوا زمن الماضي البسيط. خلصت يا مستر الماضي البسيط؟ لا انا ما خلصتوش، ان شاء الله في الدرس الثالث في ليسون 3 ان شاء الله هنتكلم على تكمله شرح زمن الماضي البسيط، ازاي بنكون سؤال بهل وازاي بنكون سؤال بكلمه استفهام. كان معكم مستر حمدي الحارس، اللايك والشير والسبسكرايب، واخر حاجه واول حاجه دايما اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله.